يعطيكم العافية. هسه راح نبلش شرح سكشن 9 من شابتر 4. هذا السكشن بالعادة الدكتور يمكن بيشرح شابتر 7 نهاية 6 أو نهاية 5 أو بدايته، ما نعرف متى بيشرحه. احنا لازم نشرحه قبل ما نشرح شابتر 5 لأنه راح نلاحظ أسئلة كثير ممكن تعتمد عليه. برضه ما راح نشرحه بالتفصيل، يعني نستعمل اللود المقار أو غيره أو تكامل ما تكامل، لا أنا ما راح أوصلكم لهي الموصل الزين خاص الصعبة. مشروحه بالدوسية بس ما في داعي، ما في داعي نشرحه. أول إشي إحنا أثنا المادة، إنه عندي لو عندي مثلا أي إشي بتأثر عليه، بتأثر عندي مثلا لود زي هيك، يقول هذا عنه 5 كيلو نيوتن، 5 نيوتن، 5 كيلو نيوتن يعني 5000 نيوتن. طيب بقولنا فورس زي هيك نفس المبدأ، فورس زي هيك نفس المبدأ، فورس طالعة نفس الإشي. هذا الإشي بسموه هذا عادة الفورس، بسموها concentrated load. concentrated load يعني لود مركز، او بوينت لود. بوينت لود يعني لود بيأثر على نقطة، لود بيأثر على نقطة، هاي نقطة بسموه بوينت لود او concentrated load، لود مركز. هسا في عندي نوع ثاني من اللودات بسموه distributed load، اللود الموزع. كيف اللود الموزع بيجي؟ لو عندي نفس الاشي بيم وعليه مستطيل مثلا زي هيك، مستطيل زي هيك، وهذا المستطيل عليه لودات او انه عليه اسهم زي هيك بهذا الاتجاه. طبعا الى اخره، مش شرط انه بالتساوي او اشي، لا الفكره المقصود انه اذا صدف معكم في زي هيك هذا الاشي بسموه، هذا الاشي بسموه distributed load. distributed load لود موزع، يعني موزع على طول البيم، يعني البيم كامل هذا طوله 5 متر مثلا، هذا اللود موزع على طول البيم بتكون عادة وحدته مثلا 5 كيلو نيوتن للمتر. يعني 5 كيلو نيوتن على المتر، يعني انه كل واحد متر 5 كيلو نيوتن، كل واحد متر 5 كيلو نيوتن، كل واحد متر في 5 كيلو نيوتن. لا يعني انه كل سهم هو عبارة عن 5 كيلو نيوتن، هذول المسافات بينهم مش متر. احنا ما راح ننتبه على هاي الشغلات، ما راح ندقق عليها. اهم شيء نعرفه انه لو عندي انا لود مستطيل اتعامل معه، وكيف اخلي لود موزع مش عارف احسب المومنت او احسب سيجما اف اكس سيجما اف واي الى اخره. هذا ايش؟ وحدته 5 كيلو نيوتن على المتر، يعني كل متر عندي 5 كيلو، عندي 5 كيلو نيوتن. طب على 5 متر كم؟ كون 5 في 5 25، يعني اللود على هذا البين كامل هو عباره عن 5 في 5 اللي هي 25. طيب وين احطه؟ طيب وين نحطه؟ احنا راح نروح نتقدم لشابتر 9 ناخذه بالتفصيل وراح نرجع له هيك. فهي المادة فعليا مخربطة، الكتاب مش شارحها بالترتيب، فاحنا ما راح نفوت على شابتر 9 ونشرحه، لا انا راح اعطيك بس اول اساسيتين من شابتر 9، نعرف كيف نتعامل مع المستطيل، كيف نتعامل مع المثلث، نشوف وين بقدر احط اللود تبعه وخلص وبنتهي الموضوع. طيب كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ دائما انا بحكي لك لو عندي مستطيل بقول لك انه انا مركزه بالمنتصف، يعني هاي مستطيل وهاي مستطيل بالمنتصف، يعني اذا هاي المسافه كلها 10 راح اقول لك انه هاي المسافه 5 وهاي المسافه 5، والقاعده لو كانت 6 راح اقول لك انه هاي المسافه 3 وهاي المسافه 3، يعني بالمنتصف. فالمستطيل دائما اللود المستطيل، لو كان عندي انا لود مستطيل زي هيك كان عليه اسهم اللي هي اللودات، بقول لك انه دائما هذا مشان احوله للود مركز، مشان احوله للود مركز يعني لود عبارة عن قوة واحدة زي هيك، بحكي له بضرب مساحة الشكل. شو يعني مساحة الشكل؟ يعني هاي 5 في 10 تعطيني 50، فهذا اللود المركز مقداره 50 وبوضعه بالمنتصف. ليش بالمنتصف؟ لأنه هذا مستطيل، المستطيل وين مركزه؟ وين سنتره؟ بالنص. فاللود هذا التركيز عبارة عن 5 متر وهون 5 متر. نرجع نوضحها مرة ثانية، شو المساحة؟ بدناش نرجع للمساحات ونتقدم شوي، لا نيجي بالتدريج. لو أنا عندي لود مستطيل، لو عندي أنا لود مستطيل بيعطيني مثلا 5 كيلو نيوتن على المتر وطوله 10 متر، مباشرة اللود المستطيل هذا بخليه لود مركز. لود مركز كيف يعني؟ يعني انا بشطب المستطيل زي هيك
وخلص البيم رجع. كيف شو بعمل؟ بضرب الارتفاع، القيمة هاي الخمسة كيلو نيوتن اللي هي عبارة عن ارتفاع هذا الشكل، ارتفاع هذا الاشي، فبضرب القاعدة بالارتفاع 5 × 10 50. القاعدة بالارتفاع 50، وين بحطها؟ بمنتصف المستطيل. يعني لو عندي انا زي هيك وعندي اللود بس مثلا زي هيك لهون، طبعا زي هيك مثلا، وهون اللود عادي، هذا مقداره مثلا 2 كيلو نيوتن على المتر. عندي النقطة A مثلا، وهي النقطة B، هاي المسافة، المسافة من هون لهون 3 متر، المسافة 2 متر. قلت لك احسب لي المومنت عند B، find moment at B. طيب شو بنعمل احنا لما نشوف دائما لود موزع؟ بدي اركزه، خلي لود مركز. هذا كيف بركزه؟ ببساطة معطيني 2، هاي الاثنين يعني هاي ارتفاعها 2 تمام، ضرب 2 × 3. طب ليش ما ضربته بخمسة؟ لأنه هو المستطيل عندي بس من هون لهون طوله 3، 2 × 3 6. هذا المستطيل تركيزه 6، تركيزه 6 و2 × 3، تبعد مسافة 1.5 من طرفه اللي من هون اللي هي نص الثلاث، تبعد مسافة 1.5 هون تمام. انا مشان ما اخربط حالي بحاول عاده بلونين برسمهم، يعني اللود المستطيل خليه احمر وتركيز مثلا بالاخضر او بالاسود. انا مشان هسه ما اخربطكم بالالوان، انا خلص بمسح المستطيل كامل تمام، وبمسح هاي والرسمه صارت زي هيك. صح حكيت لك وجد لي المومنت عند بي، كيف اعمل؟ وفي المسافه 6 ونص زائد 2 3.5. اذا عمل لي هاي القوه المسافة، ملي مومنت تقارب الساعة 3.5 صار 21. فهم المستطيل؟ مستطيل بس عبارة عن أركزه خليه مركز، ودائما أنا بتعامل مع الودات مثل ما تعاملنا فيها بشابتر 1 و 2 و 3 و 4. بس لما يكون عندي موزع شكل مستطيل ماشي، بس مستطيل في المسافة تبعته بضربها بإيش؟ بس هو مكانه بالمنطقة. طيب لو أنا عندي مثلث، مثلث دائما بحكي لي بكتب على الزاوية القائمة تبعته، عندي مثلث، عندي مثلا هاي 5 متر وهي 3 متر، وين مركزه؟ مركز المستطيل، مركز المستطيل بيكون عادة على مسافة معينة، مسافة معينة تكون وين الزاوية القائمة؟ هاي الزاوية القائمة عبارة عن نص ثلث هاي القاعدة، يعني هاي المسافة، هاي المسافة ثلث الثلاث، يعني 3 × 3، والمسافة اللي ظلت بتكون 2/3 اللي هي 2 × 3 × 3. هاي حفظ مش فهم، لا دائما سنتر مثلث بشوف وين الزاوية القائمة عندي، بمشي ثلث من عندها، ومن هون نفس الشيء 5 × 3، وهنا 2 × 5 × 3 يعني 10 × 3، 10 × 3 5 × 3 15 × 3 يساوي 5، إذا أنا حلي صح. طيب لو كان عندي المثلث زي هيك، وكانت هاي المسافة هي 5 وهاي المسافة هي 3، فأنا بقول لك إنه السنتر بيكون مثلا بالنقطة هاي، سنتر من هون، سنتر من هون، بقول لك إنه هاي المسافة عبارة عن الزاوية القائمة، هاي المسافة هي 3 × 3، المسافة اللي هي 6 بنفس الطريقة، هاي 5 × 3، هاي 10 × 3 تمام. يعني بنتبه انه المثلث عندي وين الزاوية القائمة تبعته، وببعد عنها الثلث، ببعد عنها الثلث، يعني شايفين هون تغيرت عن هون. طيب لو كان عندي شبه منحرف، يعني زي هيك طالع نازل، زي هيك زي هيك، هاي اللودات اللي بنتعامل معها. هسه شبه منحرف مشان انا اركزه، مشان اركزه هسه ما بدي اوجد سنتره، مشان اركزه بكل بساطه بقسم الشكل
لا مثلث مستطيل، يعني بمد خط من هون، فبلاحظ انه عندي مثلث، بلاحظ انه عندي مستطيل، فبمسك المستطيل لحاله. قديش ارتفاع المستطيل اللي هو هاي؟ قديش ارتفاعه؟ تكون عبارة عن الكبير ناقص الصغير، او انه لا ليش شو بعمل قاعد، بكون ارتفاعه هاي القيمة اللي هون بيعطيني اياها. هسه بنشوف بالامثله، احنا بس بنشرح شرح رئيس. اما المثلث بكون ارتفاعه القيمه هاي ناقص هاي، هاي تركيزها بالمنتصف وهذا تركيزه الثلث. تمام، هاي الحالات اللي احنا بنتعامل معها. طيب هذا هو شرح سكشن 9. فلين التقاعر بدناش اياه، بيعتمد على التكامل. الدكتور ما راح يجيبكم تكامل عادي، مثلا هذا الولد مثلث ما بديش اياه بهذه الطريقه، بنروح على مثلا هون. طبعا هون اوجد ريزلتنت فورس اند ميجر فروم بوينت اي، هذا السكاشن اللي قبل اللي هي سكشن 7 و8 مش داخل. انا اللي بدي اطلبه منكم بس كيف تركزوا اللودات. طيب بكل بساطه انا عندي هون لود على مسافه مستطيل من هون، مستطيل من هون، مستطيل من هون، وفرضا طلب مني اوجد المومنت عند اي، شو اعمل انا؟ بكل بساطه بمسك كل مستطيل وبركزه. طيب هذا المستطيل 6 في 1.5، هيو هو عبارة عن 6 كيلو نيوتن على المتر على مسافة 1.5. تمام، فهذا تركيزه بيكون عبارة عن بالنص. ليش بالنص؟ لأنه مستطيل بالنص ومقداره 6 ضرب 1.5. تمام، ووين موقعه؟ بيكون موقعه بالمنتصف، يعني هاي 75% وهاي المسافة 75%. طيب بنروح للود اللي بالنص، صارت 9. التسعة في كم؟ في 3. ليش؟ انه المسافة 9 هي 9 في 3، فوين بحط؟ زي هيك بالمنتصف. 9 في 3 كم؟ 27. طبعا بحط عليه دائرة، بحط عليه دائرة مشان ابين انه هذا مركز. تكون هاي المسافة 1.5 وهاي المسافة 1.5. وفي عندي اللود الثالث هو عبارة عن 3 كيلو نيوتن للمتر الواحد ونص، فقديش تركيزها بيكون بالمنتصف؟ بيكون 3 في 1.5 اللي هي 4.5، وبكون على هاي المسافة 75 وهاي المسافة 75. طيب شو بعدين؟ بدي أوجد المومنت عند الـ A. أقول لك أوجد المومنت عند الـ A، راح أقول لك إنه أنا عندي المومنت عند الـ A 6 في 1.5 بتعمل لي مسافة 75%، بتعمل لي مومنت عكس عقارب الساعة. 6 في 1.5 في كم؟ في 75%. بعدين 27 تعمل لي مسافة 1.5 مع عقارب الساعة، يعني سالب 27 في 1.5. بعدين 4.5 هاي تعمل لي مسافة 1.5 و1.5 3 و75%، 3.75 تعمل لي مومنت كيف؟ مع عقارب الساعة مقداره 4.5 في 3.75%. هذا مقدار المومنت عند A. حتى مش فاهم ليش اللي بعمله، المسافات من وين اجت، القيم هاي من وين اجت. اللي ما عنده يحكي، اللي عنده سؤال يسال قبل ما نبلش المستطيل وشو بالمنحرف، مشان نلحق نبلش بشابتر 5. طيب الظاهر ما في سؤال. طيب الفكرة أنا بس بمسك المستطيل بركسه 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 وبمشي. طيب عندي مثلا هون حكى لي هون، ما ليش أنا بالمطلوب للسؤال، أنه هذا بيعتمد على شكل على السكشن 7 8، اللي دارسهم بفهم شو بده أو إذا داخل معكم. بس هون عندي مثلا أنا طلبت منك أوجد المومنت عند الـ A. طيب أوجد المومنت عند الـ A، بلاحظ أنه عندي لود مثلث ولود مستطيل، شو بعمل فيهم؟ مباشرة بركزهم، مباشرة بركزهم. شو بعمل؟ بقول لك المستطيل، المستطيل قديش ارتفاعه؟ هو نفس ارتفاع المستطيل هذا، هو معطيني 150، فهذا ايش؟ 150 باوند على المتر على الفيت، باوند على الفيت. فهذا المثلث قديش؟ 6، قاعدته 6، هي لهون المثلث، هي هذا المثلث قاعدته 6 وارتفاعه 150. دائما القيمه هاي هي عباره عن الارتفاع، فايش مساحه المثلث؟ اللي هي عبارة عن نص القاعدة 6 في الارتفاع. نص القاعدة بالارتفاع هي مساحة المثلث، نص في 6 في 150
نص في 650، نص طب 6 ضرب 150 بتطلع معي 450. 450. طيب هاي ال 450 هاي عباره عن تركيز، ودائما المساحه عباره عن التركيز. هاي تركيزه، هاي باللون الازرق. طيب بالمنتصف راح اقول لك لا. طب وين مكانه؟ مكانه ببعد ثلث عن الزاويه القائمه. وين الزاويه القائمه؟ هيها. فببعد عن الزاويه القائمه كم؟ ثلث السته. 6 على 3 كم؟ 2. وبضل قديش بضل من الاثنين للسته؟ 4. فالمسافه اللي بيعملها المومنت عند A، او المومنت اللي بيعمله عند A 450 في كم؟ في 4. وكيف اتجاهه؟ مع عقارب الساعه. تمام. طيب المستطيل ارتفاعه، طبعا هالمومنت اللي بيعمل المثلث طلع المومنت اللي بيعمل المستطيل. زي هيك المستطيل ارتفاعه 150 وقاعدته 8، فتركيزه بالمنتصف، تركيزه بالمنتصف على مسافة 4 من هون، مسافة 4 من هون. وقديش المساحة؟ 150 في 8 150 اللي هي 1200. فبيعمل مومنت عند A مسافة مقدارها 6 زائد 4 10 في 1200، برضو مع عقارب الساعة. تمام، هاي كيف نتعامل مع المستطيل وكيف نتعامل مع المثلث. طيب هسه لو عندي شبه منحرف، بدي اشرح هذا المثال. شوف مثال في شبه منحرف هسه. طيب هذا شبه منحرف، هذا شبه منحرف. كيف انا بدي اتعامل مع شبه المنحرف؟ شبه المنحرف زي ما قلت لكم قبل شوي بقسمه لمثلث ومستطيل، يعني زي هيك زي هيك. راح اقول لك هذا بيعمل لودين، لود مستطيل بالمنتصف. هاي المستطيل كم قاعدته كامله؟ 6. فكم منتصف السته؟ هي زي هيك 3. فهاي المسافه، هاي المسافه 3 وهاي المسافه 3. طيب قديش تركيزه؟ بتكون مساحه المستطيل، كم مساحه المستطيل؟ كم ارتفاع المستطيل؟ 2. هي 2، هو معطيني هاي القيمه 2. طيب 2 في 6 كم؟ 12. فهذا تركيز المستطيل. طيب قديش تركيز المثلث؟ المثلث بقول لك هو عبارة عن، المثلث عبارة عن ارتفاعه اللي هو هذا الارتفاع عبارة عن 5 ناقص 2 اللي هو 3. طيب ليش مش 5؟ قلت لك انه المستطيل بس هاي المساحة اللي فوق الخط الزهري. فإذا كاملة هي كانت 5، يعني هاي الخمسة ارتفاع النقطة هاي 5. طيب وشلت منها 2 كم ضل منها؟ 3. فتركيز المثلث راح يكون، تركيز المثلث راح يكون هون زي هيك. تمام، طبعا مش راح يكون عند المستطيل. تركيزه كم؟ 3 في 6 في نص. 3 في 6 18 ونص 9. فتركيزه 9. كم من مسافة؟ وين الزاوية القائمة؟ راح أقول لك الزاوية القائمة هون، معناته هاي المسافة. وقديش المثلث كان طوله؟ 6. فهاي المسافة عبارة عن 6 على 3 واللي هي 2، والمسافة اللي ظلت هي 4. يعني فعليا هذا السهم الأزرق المفروض موقعه عند B، بس هنرسم رسم تقريبي كله صح. فالمومنت اللي بيعمله عند A 12 في 3 زائد 9 في 4 بالسالب. طبعا حدا عنده سؤال على التركيز؟ طبعا خلص الشابتر، خلص هذا السكشن. بس نتعلم كيف، بس بدي أعلمكم كيف تركزوا المستطيلات والمثلثات مشان نعرف نحل الشابتر 5 هسه. حدا عنده سؤال عليهم؟ اللي عنده سؤال يسأل. فاصل دقيقة. طيب بس هذا، بس مثلا هذا مستطيل 2.3 متر، فتركيزه 2 في 3 6، وهو على مسافة 1.5 من كل جهة. وهذا شبه منحرف، فبكون تركيزه زي هيك. فالمستطيل ارتفاعه 2، 2 في 3، او بحكي انه الاثنين في 6 كامله، باخذ تركيز المستطيلين سوا. والمثلث ارتفاعه 2، 2 في نص في 3 بكون هو تركيزه، وانتبه على المسافات. طيب هذا هيك شابتر 4. خلصنا هيك شابتر 4. طبعا شابتر 4 لو نرجع لمواضيعه، نستبق المواضيع
نراجعهم على السريع، اللي هو الـ forces of the system، الـ moment حكينا عنه، كهاي cross product حكينا عنه، والفيكتور حكينا عنه، والبرنسبل أكثر من طريقة حكينا عنها، والأكسس حكينا عنها، والكابل مومنت إذا عندي مومنت بالشكل أو إنه هاي حكينا عنه. هذا وهذا ما شرحت لكم إياه، مشروحين في فيديوهات قديمة. سكشن 9 حكينا عنه، حاليا شابتر 5. شابتر 5 بداية الهندسة المدنية. هون إحنا بلش وقت الجد الاستاتيك. من أول المادة حكيت لكم إنه شو ممكن نحمله الشباتر اللي بعد شابتر 5. الإشي اللي حكيناه هذا الإشي اللي راح تمروا فيه وراح تشوفوه أصلا. شابتر 5 بيحكي عن الإكوليبريم ريجيد بادي، يعني الاتزان في الأجسام الجاسئة. يعني قلنا الأجسام الجاسئة قبل فترة زي البيم، زي الفريم اللي هم العمارات، العمود، السوالف اللي ما بتتشكل. ما قبل هيك ممكن كان يعطينا أحسب الاتزان تبعها قبل. هون لا، إحنا هون راح نتعامل مع أجسام جاسئة. مرة نفتشك عن هذا الحكي كله ونفوت فوق. بس احنا كان بدنا نشرح الجابتر في البداية. الجابتر دائما عندي انا مصطلحات، في عندي مصطلح اسمه بيم، يمر علينا هذا وين مروا؟ هون نهاية التخصص. بيم وفريم، بيم وفريم وترس، بيم وفريم وترس، ظلهم ببالكم. البيم هو اللي عبارة عن انت بتطلع على سقف دارك هسه، سقف الغرفة اللي انت فيها، بتلاقي عمودين، عمود على الزاوية اليمين وعمود على الزاوية اليسار، تمام؟ في بيناتهم هيك خط، هذا الخط اللي بينهم. بس هذا بكون من جوا بكون عبارة عن بيم. كيف يعني بيم؟ بكون عبارة زي هيك، شوي ارسمه بطريقة كويسة. بكون هو عبارة عن زي هيك، بكون عبارة هيك شكله. وانا شايل زيادة غلط فني. بكون عادي مربوط عمود زي هيك، تلاقوا عمود مربوط زي هيك، هيك بتكون شكل العمارة عندكم، تمام؟ عادي. فهذا الشيء احنا ما بنشوف لانه نكون مدهن ومشطب وكذا. هسا هذا الشيء اسمه بيم، احنا ما راح ناخذه بال 3 دي، راح ناخذه بال 2 دي وراح يمثلوه بالشكل هذا بس زي هيك. هذا الخط بيم. اذا تلاحظتوا وانا بشرح من اول الفصل كنت اقول لكم بيم واجي احطه مثلث زي هيك. طيب ليش انا بحط هذا الشيء؟ بكل بساطة هذا الخط، هذا الخط اللي انا رسمته اللي هو اللي كان قبل شوي شكله زي هيك، وهذا المثلث اللي هو عباره عن العمود، تمام؟ فاحنا ما راح نصير نرسم زي هيك ونعقد حالنا، لا، احنا راح ناخذه بشكل بسيط، ناخذه بالستيك بشكل سمبل، انه عباره عن خلص سهم زي هيك، وعليه شيء اسمه سبورت، دعامه، عليه شيء اسمه سبورت. تمام. هسه المطلوب من هذا الشابتر انه نوجد الرياكشن بالسبورت هاي. يعني انا هذا البيم عليه احمال، عليه حمل زي هيك، عليه حمل زي هيك، عليه حمل بطيخ، شمام، اي شيء عليه احمال، تمام؟ بقول لي هسه انا هذا الشيء بياثر عليه، بس مشان العماره تكون متزنه لازم هذول المثلثين هذول اللي هم السبورت اللي هم الاعمده يعملوا لي رد فعل يخلوا البيم ما ينزل. فعشان هيك بيعملوا لي رد فعل ويكون شكله زي هيك، يكون عندي شكله زي هيك، وبرضه لازم يكون عندي على الشكل الافقي، تمام؟ طيب فهاي ردود الافعال احنا مطلوب منا نحسبها اللي هم الرياكشن ات سبورت، بيكون عاده اي بي سي دي. انا مطلوب مني احسب هاي الرياكشن، فانا مش دائما انا بكون عندي بس هذا المثلث او هاي العجال، لا، بكون في عندي اكثر من نوع. فهاي الانواع احنا راح ناخذها حسب الجدول هذا. طبعا احنا راح نحفظهم، ما ومش نحفظهم، نفهمهم حتى. بس اللي بدي اوصله انه هاي الشغلات راح تكون لازم تضل ببالك من هون لتتخرج، تمام؟ تمام. بقول لي بشكل عام لو كان عندي انا اي شيء عادي، هذا الجسم انا افرضوا ايدي هاي ومربوطه بحبل، بقول الحبل بيعمل لي تنشن، هذا الشيء اخذناه بشابتر 3، تمام؟ اي جسم مربوط بحبل بدل بقوه تنشن، ايوه كيبل قوة تنشن. وبقول لي إذا في عندي وصلة ما إلها وزن، وصلة ما عندها وزن تعطيني قوة نفس الحبل، زيها زي الحبل بتصير ويتنس لينك، يعني وصلة مهمول وزنها، وصلة مهمول وزنها شو بصير؟ تعطيني قوة مباشرة. في عندي إشي اسمه الرولر، الرولر
عبارة عن العجل اللي هو هذا اللي بيكون زي هيك برسمه زي هيك، اللي هي زي مثلا عجال الصوبة عندك. عجال الصوبة إذا كانت مائلة بقول لي بدلها بقوة واحدة زي هيك. والرولر والروكر نفس المبدأ، تمام؟ طبعا هسه بقول لكم شو هذا اللي أنا بعمله. وبقول لي إذا عندي أنا زي الطاولة اللي لها إجرين وأنا بزحلقها زي هيك، بقول لي برضه بتعطيني قوة واحدة. وهون بقول لي إذا عندي أنا عجل مربوط من الجهتين برضه في عليه قوة واحدة. طيب نيجي للأشياء الأهم من هذول. وأنا بقول لي إذا في عندي إشي زي هيك مربوط من الجهتين بتحرك لفوق ولتحت، ومسموح إني ألف هاي مسموح إني ألفها يمين ويسار أو لفوق وتحت زي الدوائر، برضه بتعطيني قوة واحدة. طبعا أنتوا هسه قاعدين بتحكوا شو بخبصها، دقيقة نمشي بالتدريج. وهون بقول لي إذا عندي أنا إشي اسمه سموث بين أو هنج اللي هو البين سبورت، بين سبورت اللي بيكون شكله زي المثلث، بيكون عليه قوة أفقية وقوة عمودية. وإذا كان عندي زي الحالة اللي فوق الأرقام 7 بس ما في نقطة هون، يعني أنا ممنوع ألفها، بيكون عليها رياكشن قوة ورياكشن مومنت. وإذا عندي أنا فيكس سبورت بيكون عليه إكس وواي مومنت. طيب هاي الشغلات شو هاي الشغلات اللي أنا بخبصها؟ هاي أنا بس ورجيتكم كيف الأشكال، كيف راح نشوف هسه بالأمثلة. بس احنا لما نشرح ثلاث حالات، نشرح ثلاث حالات بس، نشرح البن، انا برمز له برمزه هيك، وحرسم الرولر اللي هو هيك او هيك، تمام؟ وبدي ارسم شيء اسمه فيكست. هسه احنا شو مطلوب منا من هذول الشغلات هاي بن رولر. طبعا هذا بالامتحان بقول لك انه هذا اسمه رولر وهذا اسمه فيكست وهذا اسمه بين وفيكست. هسه هذول الثلاث كلهم عباره عن اعمده العماره اللي انت هاي اللي مثبتين العماره. هسه هذول شو مطلوب منا؟ انه نوجد رد الفعل تبعهم، موجود منا نوجد رد الفعل تبعهم. فانا كل واحد منهم حسب نوعه بيعمل لي رد فعل. طيب كيف اعرف شو رد الفعل اللي بيعمل لي اياه؟ دائما بقول لك رد الفعل هو الشيء اللي بيقاوم الشيء اللي انت بتعمله. يعني انا رحت ضربت القوه، رحت ضربت الطاوله بايدي، فانا الطاوله بتعمل لي رد فعل لها، يعني لما صرت توجع او ايدك بتشيلها، صح ولا لا؟ لما انت تضربوا طاوله، فهذا الشيء ايش رياكشن فورس، رياكشن فورس او بسموها النورمال فورس بالفيزياء 1، هي اسمها الرياكشن، رد الفعل لكل قوه رد فعل، مش عارف شو قانون نيوتن الثالث. فاحنا راح نشتغل على قانون نيوتن الثالث، انه انا عندي لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار ومعاكس له بالاتجاه، واحنا هذا الشيء راح نشتغله. فانا بقول لي البين سبورت هو عباره عن العمود اللي مثبت زي هيك، هذا مثبت، هاي الاشاره اللي زي هيك معناها مثبته. شو يعني هاي؟ يعني انه انا هذا لو انا بدي ادفشه لليمين ما بدفش معي، ولو بدي انا ارفعه لفوق ما بالرفع، مثبت تثبيت، ملزق تلزيق. فانا بما انه بمنعني اني اتحرك عن اليمين وبمنعني اتحرك عن اليسار، معناته في عندي له رياكشن على اليمين وعندي له رياكشن على اليسار، يمين وفوق، او عادي يسار يمين، ما بفرق معي الاتجاه هذا انا بدي افرضه اصلا، وطلع مع سالب باكس الاتجاه. راح نتعامل مع كل هذا. اهم شيء نعرف انه الرياكشن فورس بتنتج اذا شيء منعني الحركه، إشي منع لي الحركة معناته في رياكشن. طيب عندي هذا العجال، بلاحظ العجال لو أنا دفشتها لليمين بتتحرك، هاي الصوبة مش تدفشها لليمين، بس أنا لو أجي بدي أدفشها لتحت مثلا أو بدي أرفعها لفوق ما بترفع، الصوبة بترفع بس العمارة ما بترفع. فهون شو بلاحظ؟ إنه بمنعني عن الحركة لفوق، معناته إيش؟ معناته عليها رياكشن عمودي، عليها رياكشن عمودي سواء هيك او هيك، ما بعرف انا وين بده يكون. طيب ليش ما عليها على الاكس؟ لانه انا لو دفشت للاكس بتتحرك، وهي الكره نفس الشيء اللي زي هيك، لو انت دفشت لليمين واليسار بتتحرك، بس انا بدي ادفش لفوق ما بتتحرك، تمام؟ الفيكس سبورت بقول لك لو دفشته ولا ضربته ولا لفيته ما بلف شيء، يعني مومنت. هسه هذول اللي فوق هذا وهذا
أنا لو أمسكه بإيدي وألفه زي هيك بلف، لو ألفه بلف، فعشان هيك إيش بيعملش مومنت، ما بيعمل لي رياكشن مومنت. أما هذا الفيكست لو أنا أدفشه لليمين ما راح يرضى يدفش، معناته عليه رياكشن. لو أنا بدي أجي أدفشه لفوق ما راح يدفش، عليه رياكشن. ولو أنا بدي ألفه برضه ما بلف، برضه عليه رياكشن. تمام، رياكشن مومنت. هسه هذول انا بدي اوجدهم، كيف بدي اوجدهم؟ ثلاث معادلات بسيطه، بطبق سيجما اف اكس تساوي 0، سيجما اف واي تساوي 0، وسيجما مومنت عند سبورت يساوي 0. هذا كل اللي بدي اياه. هذا شابتر 5 اسهل جباتر الماده، بقول لي مشان انا اوجد اي رد فعل لو واحد من هذول الثلاث، بقول له سيجما اف اكس يساوي 0، سيجما اف واي يساوي 0، سيجما مومنت عند هذا الشيء يساوي 0، وبخلص السؤال. طيب في انا عندي مثلا لو عندي سطح مائل زي هيك وعليه، طبعا هذا الشيء ما راح نتطرق له، بس في كثير اسئله سالوني عنها انه كان عندي مائل وما حللت وسوالف زي هيك. لو كان عندي سطح مائل ومربوط برولر زي هيك، تمام، هسه هذا كيف بتحرك؟ بتحرك هيك وهيك، بتحرك هيك وهيك، صح؟ معناته ما في اتجاه على هذا الشيء، بس لفوق في اتجاه، معناته الرياكشن تبعه بكون زي هيك. الرياكشن تبعه زي هيك، وانا عندي هاي الزاوية ثيتا، فأنا مشان أحلل هذا الشيء بالنسبة للمحاور، طبعا هذا الشيء شابتر 3 شرحته موجود بفيديو على اليوتيوب، بقول لك بكل بساطة إنه هاي الزاوية ثيتا في الإكس تأخذ ساين ثيتا والواي تأخذ كوساين ثيتا. هاي الرياكشن تبعه إذا كان مايل. إذا كان بين سبورت أنا من جهتي بقول لك لا تحلله، يعني لو كان عندي هذا الإشي بين زي هيك بقول لك أنا لا تحلله، خلص مباشرة خليه قوة واحدة، أو إنه لا تميله، لا أعتبره أفقي، أعتبره زي هيك واعتبره زي هيك. طبعا الثنتين بزبط، بس حسب الأمثلة راح أقول لكم شو بنعمل، راح أقول لكم شو بنعمل. هاي الشغلات اللي أنا بحتاجها، وراح نحل أمثلة كثير، والشغلات اللي أنا ما شرحتها برضه راح أشرح. طيب كان الزوم ما بطفيش، لكم 10 دقائق قبل شوي. شغلات أنا شرحتها، في شغلة كمان بدي أشرحها، إنه عادة وزن أي شيء بيكون بالمنتصف. يعني أنا هذا البيم، خلص عرفنا شو البيم، هسه بقول لكم المصطلحات. البيم عليه سبورت، عليه سبورت، لك إنه وزنه دائما بالمنتصف. في المنتصف هسه بقول لكم هاي كاملة L، هاي L على 2، هاي L، هذا وزنه. لو اعطاني 300 كيلو جرام بضربها ب 9.8. طب ليش وزنه، ليش وزنه دائما بالمنتصف؟ لانه احنا البيم، شو قبل شو حكيت لكم شكله زي هيك. هسه هذا الاشي وزنه عاده لما بدي اطبقه على ال 2D قلنا هيك بيكون شكله، بيكون مثلا مربط زي هيك، تمام. بس هذا الاشي بيكون عادة بمثلوه بالواقع، او لما تاخذ مواد لقدام راح يمثلوه انه هذا الود مستطيل، تمام، ووزنه له طريقة حساب معينة ما بدنا نخوض فيها. فاللود المستطيل وين مركزه؟ بالنص. فهي فكرة ليش دائما الكتلة بالنص، تمام، ليش الوزن البيم بالنص. طيب احنا راح نفوت كيف نحل. قلنا مشان نحل في عندي ثلاث، مشان نحل في عندي عندي ثلاث معادلات، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت. هسه اول امثله بالماده، بس بيجي يقول لي ارسم لي فري بادي دايجرام، ارسم لي فري بادي دايجرام مشان يقول لي كيف اشتغل. طيب بكل بساطه هذا البيم بيقول لي، طبعا انا من الشكل عرفت انه هذا فيكس سبورت، انا من الشكل عرفت انه هذا فيكس سبورت. قلنا البين بيكون شكله هيك والرولر بيكون شكله هيك، تمام، بس لا انا متمكن من الماده مثلا بعرف انه هذا الاشي ملزق زي هيك زي الحيط، هذا فيكست سبورت. فانا شو بعمل؟ فيكست سبورت، قلنا الفيكست سبورت عليه 3 رياكشن، الفيكست سبورت عليه 3 رياكشن، عليه رياكشن افقي،
على رياكشن عمودي وعلى مومنت رياكشن. هسه شو بسميهم هذول ردود الافعال؟ بسميهم AX AY و MA. وقال لي هون في له وزن 100 كيلو جرام، الوزن كتلة 100 كيلو جرام، فهي بالمنتصف، فإذا هاي 6 تكون هاي كم؟ 3، وبتكون هاي كم؟ عبارة عن 100 في 9.81، وعلى مسافة 3 متر. مسافة 3 متر. هسه هذا الفري بدي ديجرام تبعه، هذا الفري بدي ديجرام تبعه، طب أنا كيف بدي أوجد الرياكشن؟ قلنا الرياكشن في عندي ثلاث معادلات. sum of x او f x تساوي 0، في عندي قوة على x؟ لا، معناته ال a x تساوي 0. فطلعت الرياكشن الافقي. بقول لك بعدين sum of f y تساوي 0، فشو في عندي قوة؟ عندي a y وعندي ناقص ال 1200 وعندي ناقص ال 100 ضرب 9.81 يساوي 0، اذا a y تساوي 100 ضرب 9.81 بزيد عليها 1200، يعني عبارة عن 2281. تمام؟ بقول لك بعدين بوجد المومنت، بوجد المومنت عند السبورت، وين السبورت؟ عندي A. M at A. ليش A؟ لأنه السبورت عند A يساوي 0. بقول لك عندي رياكشن المومنت، رياكشن المومنت هذا عكس عقارب الساعة، أنا فارضه. M A. بعدين عندي سالب 1200 ضرب 2، بعدين عندي سالب 100 ضرب 9.81 ضرب 3 يساوي 0، فالمومنت بيطلع كم؟ بيطلع المومنت هسه نشوف كم بيطلع. ال 1200 بتعمل لي مومنت مقداره 2 متر. ال 100 في 9.81 بتعمل لي مومنت 3 متر. والام اي هو كابل مومنت فانا بحطه زي ما هو، فالام اي بيطلع معي كم؟ بده يطلع معي 100 ضرب 9.81 ضرب 3 زائد 1200 ضرب 2، بيطلع معي المومنت هذا 5 3 4 3. تمام، 5 3 4 3. فأنا هيك أنا بوجد الرياكشن. دقيقة شوف ثانية أصلاً شو الصراحة أعمل بريك لأنه الزوم بطل يدفع 40 دقيقة، مش عارفين ليش، فإحنا بدنا ناخذ بريك مشان أعرف أحمل الفيديوهات. راح نكمل هسه طبعا بعد هيك الامثله اللي ظلت، هذا مثال بسيط. راح اقول لكم هسه لو انا فرضت بالعكس شو ممكن يصير. فاحنا راح نبلش الزوم الثاني على 4:45. تمام، يعني كمان 4 دقائق كنا راح نفوت. حد عنده سؤال من هون ال 4:45 يسال. طيب خلني أفصل أنا ونرجع على 4:45، يعني على 5 إلى 4. يعطيكم العافية.